ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن probability. probability دي الاستاتستيك وهي اخر لسان عندنا في الالجبر. probability يعني الاحتمالات، واحنا بناخد درس probability ده من اول تروزيام بريمير لغايه تروزيام بريباراتوار، بيرجع يتعاد معانا تاني في تروزيام سكوندير ان شاء الله، بس بيبقى في ماده اسمها استاتستيك واحده. probability هي الاحتمالات، والاحتمالات في اي حاجة في الدنيا ليها نسبة نجاح ونسبة فشل، يعني هي كلها بتكون حاجات possible، evenement possible، evenement ممكنين. اما في evenement بيكون certain وده حاجة اكيدة ما فيهاش جدال، زي ما مثلا يقول احتمال ان ربنا موجود، فده evenement certain اكيد، ده ال probability بتاعته بتكون equal zero او equal ان باردون انا اسفه ايجال ان، او لو بالبورسنتاج تبقى ايجال 100%، يبقى ايجال ان او ايجال 100%، وهنفهم الان ده جه منين بعد شويه. او بيكون امبوسيبل يعني حاجه مستحيله، ما يجي يقول لي احتمال انه الفيل يطير، هل الفيل ممكن يطير؟ لا، يبقى البروبابيليتي بتاعتي بتكون 0 او 0%، 0%. اي حاجة تانية بوسيبل، احتمال اني انجح، احتمال اني اروح الرحلة، احتمال اني اتفسح يوم الجمعة، احتمال اني اجيب النوت فينال، كل دي احتمالات بتكون ما بين الزيرو لحد الايه الان، ما بين زيرو لغاية الان. اشهر اكزامبل خدناه واحنا صغيرين اكزامبل الدي الزهرة. تعالوا كده نشوف الزهرة عندنا فيها ايه. ساعات بيجي يقول لي probability دوبتونير ان نمبر بير، الارقام البير، هي الزهرة اصلا فيها ايه ارقام؟ عشان نقول كل ارقام الزهرة فده حاجة اسمه اسباس، اسمه ايه؟ اسباس، المجال كله. ايه الاسباس بتاع الزهرة؟ تعالوا نقول كده الزهرة ممكن تطلع لي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6. طيب لو جيت قلت عايزة البروبابيليتي بتوع نمبر بير، هو انا عندي كام نمبر بير؟ 2 و 4 و 6، يعني عندي 3 نمبر بير والتوتال كله 6، يعني 1 sur 2. لو جيت قلت انا عايزة البروبابيليتي بتاعت الامبير، هما مين الامبير؟ 1 و 3 و 5، يعني برضو كام؟ 3، يعني 3 sur 6، يعني 1 sur 2. طب لو جيت قلت عايزة البروبابيليتي بتاعت البريمير، هما مين البريمير دول؟ البريمير دول اللي بيتقسموا على نفسهم وعلى الان بس، مين هما؟ هما 2 و 3 و 5، يعني برضو 3 sur 6. ايه ده، هو مفيش غير كده؟ لا طبعا في. طيب probability بتاعت نمبر بلو جران كو 4، الارقام الاكبر من 4، عندي مين اكبر من 4؟ 5 و 6، يعني 2 sur 6 اللي هي تبقى 1 sur 3. يبقى لو جالي حاجة زي دي كده، دي اللي كانت بتاعت زمان، بشوف عدد الحاجات اللي هو عايزها سير عدد التوتال. من هنا نعرف ان probability بتاع اي event، يعني مثلا عايزين probability A، probability A دي بتساوي كارد A، يعني كارد دي خدناها الترم اللي فات، يعني عدد الاليمان اللي في A سير كارد E، عدد الاليمان اللي في التوتال. يعني لو جيت في الزهرة وقلت انا عايزة probability d'obtenir un nombre plus petit ou égal à 6، اصغر او قد 6، مين اصغر او قد 6؟ الست ارقام كلهم، يعني 6 sur 6، يعني ايجال ايه؟ ومن هنا جت حته الايفينمون سيرتان ايجال ان. يعني لو جه قال لي دلوقتي probability de réussite d'un élève، احتمال ان طالب ينجح 75%، 75%. طب احتمال انه يسقط هيكون قد ايه؟ مادام جاب لي بالبورسنتاج يبقى اعمل 100% موايس 75 تديني ايه؟ 25%. طب لو جابها لي بالطريقة دي وقال لي probability de réussite، احتمال انه ينجح 0.87، عايز احتمال انه يسقط، جابها بالنمبر، يبقى انا هعمل ان موايس 0.87 لان التوتال ان هيطلع 0.13. طب لو جه قال لي probability انه ينجح بسات سير 11، عايزة البروبابيليتي بتاعت الإشاك السقوط، هي هي ده نمبر، ممكن أعمل أم وإن ده، أو أفكر بدماغي هي السات بقى لها كام عشان تبقى 11، 4 sur 11، لأنه لازم التوتال في الآخر يديني أم. طيب
في حاجات تانية مهمة لازم نكون عارفينها واحنا بنتعامل في الـ probability. عندنا قانون هنعرفه دلوقتي، probability A union B c'est égal à probability A plus probability B moins probability A inter B. تعالوا نفهم القانون، مش مطلوب مننا نفهمه، اللي عايز يحفظه يحفظه، لكن انا احب افهمه للي يحب يفهم. لو انا عندي دي A ودي B وانا عايزة probability A و B، probability A و B كلها اللي هو ده. طيب لو انا جيت قلت A بس، probability A بس، A بس دي هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن الدايرة دي كده كلها، صح؟ طيب و probability B، probability B دي عبارة عن مين؟ عبارة عن الدايرة دي كلها. يعني انا لو قلت A plus B انا خدت الدايرة دي وخدت الدايرة دي، بس خدت الحتة اللي في النص دي مرتين، وانا عايزاها مرة واحدة، انا مش عايزة اللونين، انا عايزاها مرة واحدة، فعملت موان الانتير ده عشان ده متاخد مرتين وانا محتاجاه مرة واحدة بس. طيب ازاي بيجي لي اكزامبل على دي؟ بيجي يقول لي مثلا انا عندي probability A equal 0.7، probability B equal 0.6، و A انتر B ايجال 0.4. تعالوا كده نجرب نعملها، احنا عايزين A union B. طيب ما هي probability A union B هتساوي probability A اللي هي 0.7 plus probability B اللي هي 0.6 موان probability A انتر B اللي هي 0.4، كل ده هيطلع 0.9. لما اجي اكتب في الاكزام اي حاجة فيها قانون لازم اكتب الوال انه بيكون عليه not. طيب لو جه قال لي اي حاجه فيهم، يعني مثلا جه قال لي اي حاجه ناقصه، probability A equal 0.4، probability B equal 0.5، و probability A union B equal 0.3 مثلا، وقال لي عايز A انتر B. هكتب القانون بتاعي زي ما هو، probability A union B equal probability A plus probability B moins probability A انتر B. A union B اهي ب 0.3 equal A ب 0.4 plus B ب 0.5 moins probability A انتر B دي اللي انا عايزاها ومش عارفاها. اعمل ايه دلوقتي؟ لما اكون عايزة دي اللي بعد الموا هروح اطلعها برا وادخل دي مكانها، هبدلهم، دي هتطلع بالبلوس دي تدخل بالموا، يعني هيكتبوا كده probability A انتر B هتكون ايجال 0.4 plus 0.5 موان 0.3، يعني تطلع في الاخر 0.6. تمام، يبقى ما يكون ناقص اي حاجة بعوض كل حاجة في مكانها وبعدين اشوف مين اللي ناقص. طيب عندي حاجة اسمها انه A et B deux événements incompatibles. A et B incompatibles، يعني ايه incompatibles؟ incompatibles يعني بعيد عن بعض، يعني مش لازقين في بعض، يعني ادي A وادي B الاتنين مش لازقين في بعض، يعني مفيش انترسكسيون ما بينهم، يعني A انتر B هتكون ايجال فاي ولا حاجة، دول دو انسامبل انتر بعض مفيش حاجة متكررة ما بينهم. لكن لو طلب مني probability A انتر B، ما هو انسامبل فاضي، انسامبل فاضي يعني عدد الاليمون فيه زيرو، يبقى probability ايجال زيرو. كلمة probability لازم ايجال نمبر، لكن A انتر B دول دو انسامبل، يبقى الاجابة بتاعتهم تكون انسامبل فيد. يعني لو انا جيت قلت لكم دلوقتي انا عندي probability A ايجال 0.5، probability B ايجال 0.4، probability A union B ايجال كام، ساشان ك A et B incompatible، A et B incompatible. هكتب القانون بتاعي عادي ونشوف عندنا ايه. probability A union B
هتساوي probability A plus probability B moins probability A inter B. A union B مش عارفينها. طيب A بكام؟ A ب0.5. B بكام؟ ب0.4. طب و A inter B ما انا مش عارفاها برضو. لا ده هو قال لي ان A و B ايه incompatible، يعني moins 0، يعني كأنها مش موجودة. يبقى union B هتكون إيجال 0.9. طيب تعالوا ناخد فكرة كمان. فاكرين حاجة كده من سان كان بريمير كانت بتقول A include B، سي A include B. يعني ايه A include B؟ يعني A موجودة جوه B، يعني B دي دايرة كبيرة و A موجودة جواها، ولازم ناخد بالنا في السؤال مين موجود جوا مين، عشان ممكن يقول B جوا A، X جوا Y، أي حاجة. A و B لما يكونوا جوا بعض كده محتاجة أجيب A انتر B. يعني ايه اللي متكرر بين ال B كلها وال A؟ مين متكرر؟ ما هي ال A اللي متكررة. يعني لو أنا عايزة probability A انتر B هتكون إيجال probability مين؟ طب ولو انا عايزة A union B، يعني هتولي ال A وهتولي ال B كلهم على بعض، يبقى جبنا مين؟ جبنا B. يعني probability A union B هتكون equal probability مين؟ B. تمام كده؟ جميل. تعالوا ناخد example عليها. عندي B include A وعندي probability A equal 0.1 و probability B إيجال 0.6. تمام؟ وعايز مني probability A union B و probability A inter B. أول ما الاقي include بليز ارسموها ما تبخلوش. B include A يعني B جوه A، يبقى الكبيرة A هي ال union، يبقى ال union تدي A. طب و A كانت بكام؟ ب 0.1. الانتر هيدي الصغيرة، الصغيرة ب اللي هي ب 0.6. يبقى انا كده عرفت اجيب دي وعرفت اجيب دي. طيب تعالوا نشوف ايه كمان معانا. لو انا عندي انسامبل A، ادي A وادي الاسباس بتاعت الايفنمون كله، وعايزة اجيب الباقي ده، بقيت A يعني كومبليمونتير دو A، بقيت A او كومبليمونتير دو A اسمه A بريم. ما دام انا عارفه الحاجه دي وعايزه الباقي يبقى اسمه A بريم. طب تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل هنا. لو انا جيت قلت A انتير A بريم، ايه متكرر بين ال A دي وبين الباقي؟ هو في حاجه مكرره؟ يعني بين الشقه وبين الشارع في حاجه مشتركه؟ لا، يعني فاي. يبقى probability A انتير A بريم هو مفيش حاجه، يعني ايجال ايه؟ زيرو. طب تعالوا نقول A union A بريم، يعني انا لو خدت A وخدت معاها الباقي ادوني مين؟ ادوني A. يبقى probability A union A بريم هتساوي ايه؟ probability A. طب و probability A دي تساوي ايه؟ ما هو التوتال اللي هو مين؟ A. يبقى A و A بريم الكمبليمنتير بتاعها. طب تعالوا ناخد عليها example. لو جه قال لي probability A إيجال probability A بريم، إيه اللي حصل؟ الاتنين قد بعض؟ هما الاتنين كانوا بإيه أصلا؟ خلي بالكوا، هي probability A plus probability A بريم، لأن هما الاتنين مفيش حاجة مشتركة بينهم، يعني يعتبروا incompatible. الاتنين مع بعض بكام؟ بآ. طب لو جيت قلتلكوا إن الاتنين قد بعض والاتنين بآ، يبقى كل واحدة بكام؟ صح، ب0.5 أو بآن دومي. هم الاثنين قد بعض، يبقى دومي ودومي، او 0.5 و0.5. طب لو انا جيت قلت لكم probability A plus probability A prime لسه قايلينها فوق هتساوي ايه؟ هتساوي A. طب تعالوا نقول example ممكن يكون صعب سنة بس برضه نعرف. probability A equal 4 probability A prime. تعالوا نبص لده كده، ايه ده؟ انا اعرف ايه عن A و A بريم؟ انا اعرف انه probability A بريم بتساوي A موان probability A. طيب تمام، تيجوا نشيل A بريم ونحط A موان A، يعني probability A كده ايجال 4 بره
وبعدين هنا a موان probability a. حلو الكلام، جميل. شلت a زي ما كنا بنعمل في اول unity في الالجبر وحطيت مكانها الفالور بتاعتها، يبقى probability a equal 4 fois 1 ب4 و 4 fois probability a a ب4 probability a a. نجمع probability a في ناحية واحدة، كأننا بنجمع الإكسات في ناحية واحدة، يبقى probability a plus 4 probability a كل ده إيجال الكاتر، دي كأنه قدامها a a و 4، يعني 5 probability a إتيجال a 4، يعني probability a بس إتيجال a 4 sur 5 يعني 0.8. تاني أنا عندي probability a prime بتساوي m و a، شلتها وحطيت مكانها الفالور بتاعتها، كل ده معمول فوا 4، ضربت الكتر في ام وكتر في probability a، هجمع probability a مع بعض، يبقى probability a plus 4 probability a تديني الكتر، يعني دول 5 probability a ايجال الكتر، ودي 5 بالديفيزي يبقى 4 ديفيزي 5 بكام؟ ب 0.8. طب تعالوا نقول دي فكرة كده غريبة شوية بس ممكن تيجي، يعني هو لو بيقولي دلوقتي ب include a، ب موجودة جوه a وعايز مني probability ب موان a، تعالوا كده نرسم ب جوه مين؟ جوه a، عايز probability ب لما اشيل a، موان a يعني شلت a، هو فضل ايه كده؟ ب موان a مفضلش حاجة، مفضلش حاجة دي يعني probability بتاعتها ايجال ايه؟ ايجال زيرو. ساعات بيجي في البروبلام يقول جملة كده تتوهني شوية او يقول اي حاجة مختلفة، ساعات يقول ايه؟ يقول obtenir a و b، كلمة او دي a و b دي معناها a union b، a و b معناها انه عايز probability a union b. طب لو قال a a b، كلمة a معناها a inter b، نخلي بالنا من المصطلحات دي، ساعات بتيجي مش دايما بس ساعات بتيجي. طيب لو جه قال probability de ne pas obtenir حاجة، de ne pas obtenir مثلا a، انه ما يجيليش a، يبقى معنى كده ان هو عايز probability a prime. طب لو جه قال لي probability de ne pas obtenir a ou b، a ou b احنا اتفقنا يعني ايه a union b، بس هو بيقول ne pas obtenir يعني مش عايزينها، يبقى احط عليها prime، نشغل دماغنا. طيب لو جه قال probability de ne pas obtenir de ne pas obtenir a et b او de ne pas obtenir les deux ensemble، انه ما يجوش الاتنين مع بعض، يبقى ده معناه probability a inter b كلها prime. بعد كده ساعات بيقول obtenir a et non pas b، obtenir a et non pas b، a ومش b، يبقى ده معناه a moins b، a moins a b. طب لو قال obtenir la et non pas l'autre من غير ما يحدد، لو حدد واحد ومش التاني بعمل واحد مو التاني، لكن لو قال obtenir la et non pas l'autre وما حددش مين اللي عايزه، فانا هعمل زي ما عملت هنا a moins b probability a moins b plus probability b moins a. تمام كده؟ كده يبقى احنا قلنا تقريبا كل الحاجات اللي ممكن تقابلنا في probability، اتمنى نكون فهمناها، اشوفكم ان شاء الله بعد كده في حل اكزامينات على الالجبر. مرسي ليكوا خالص وباي باي.